وهدية أخرى مقدمة لسمو العقيد الشيخ طالب بن صقر القاسمي مدير عام شرطة رأس الخيمة. كما يتفضل راعي هذا الاحتفال بتقديم هذه الهدية التذكارية للمقدم محمد المعاودة رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي للشرطة. وهناك هدية مقدمة لراعي هذا الاحتفال صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يقدمها سعادة اللواء صقر قباش وكيل وزارة الداخلية.